من أفضل وأحب الأعمال إلى الله جل وعلا، والتي بها يضمن الإنسان له بيتا في جنة عرضها السماوات والأرض، أن يبني الإنسان في هذه الدنيا بيتا لله عز وجل. والجزاء من جنس العمل، من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هنيئا لمن جمع له مالا ووفر من مصروفه شيئا وادخر له جزءا من المال ينوي به أن يبني مسجدا لله جل وعلا. من بنى مسجدا لله ليس فقط يحصل على بيت في الجنة، بل كل ما في هذا المسجد من صلاة وسجود وركوع وقراءة قرآن وذكر ودعاء وعبادة فهو في ميزان حسناته يوم يلقى الله عز وجل. ندوتنا 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 نماء، ندوتنا نماء سيرتها عطاء، تمضي بدرب خير يحفه الضياء. ندوتنا نماء سيرتها عطاء، تمضي بدرب خير يحفه الضياء. إلى الهدى دعتنا فقادنا النداء، إلى رحاب رشد ينمو بها البهاء. إلى الهدى دعتنا فقادنا النداء، إلى رحاب رشد ينمو بها البهاء، ينمو بها البهاء. ندوتنا نماء، ندوتنا 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 نماء. نحن الشباب فجر تقت له السماء، بعزتنا هتفنا سبيلنا الإخاء. ندوتنا نماء، نحن الشباب فجر تقت له السماء، بعزتنا هتفنا سبيل الإخاء، سبيلنا الإخاء. ندوتنا ندوتنا. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا، لو كعش حمامة أو طير، وهل هناك مسجد بهذا الحجم؟ طبعا لا يوجد. قال بعض أهل العلم لو اشترك العديدون في بناء مسجد واحد وكان نصيب كل واحد منهم كمفحص قطا، بنى الله له بيتا في الجنة. ضفافه الصفاء، نحو المنى اتحدنا وضمنا الرجاء. ندوتنا نماء، حيث الحياة نهر ضفافه الصفاء، نحو المنى اتحدنا وضمنا الرجاء، وضمنا الرجاء. وفي العلا اللقاء، بموطن جميل حدوده الإباء. بعزمنا بعزمنا انطلقنا، وفي العلا اللقاء، بموطن جميل حدوده الإباء، حدوده الإباء. ندوتنا نماء، سيرتها عطاء، تمضي بدرب خير يحفه الضياء. ندوتنا نماء،
سيرتها عطاء تمضي بدرب خير يحفه الضياء. ندوتنا نماء. ندوتنا نماء. سيرتها عطاء تمضي بدرب خير يحفه الضياء. ندوتنا نماء سيرتها عطاء تمضي بدرب خير يحفه الضياء. أشهد أن لا إله إلا الله.